هو هي مش إعاقة فعلا، هو تحدي يعني، خلينا نقولها بالظبط بالصيغة دي، دي يعني. حقيقية. بص كلنا لا عندنا إعاقات، أيوة الموظف برافو، اللي مرتبه ما بيكفهوش لآخر الشهر صح ده عنده صح إعاقة، الطفل اللي بيرسم ووالده ووالدته مش عارفين يوظفوا موهبة الرسم عنده، ده عنده إعاقة. اللي ما بيكملش لطريق نجاحه بالظبط، لهدفه ده عنده إعاقة، ملهاش علاقة هي طبعا. مسألة قدرات. صحيح حضرتك تقدر تروح مشوار في ربع ساعة، أنا أقدر أروح نفس المشوار بنفس القدرات بس في نص ساعة، وفي الآخر إحنا الاتنين وصلنا. لا لو عايزه تقارني بقى، ان جيتي للحق، المقارنه مش في صالح الاسوياء انجاز لا التعليم. خالص ليه؟ لان التحدي الحقيقي عندكم انتوا، بالظبط، والبطوله الحقيقيه عندكم انتوا، والانجاز الكبير بيبقى دايما جاي من عندكم انتوا. انا ونهوان ده دايما في البرنامج ده لما بنيجي نتكلم مثلا ويبقى في اي كلام عن مثلا الوفد المصري الاولمبي بالمقارنه بالوفد المصري البارالمبي، دايما البارالمبيين ابطالنا البارالمبيين بيرجعوا محملين بثلاث اربع خمس اضعاف عدد الميداليات اللي غير يعني المعاقين بيحققوها. فالحقيقه انتوا يعني لما بيتقال ملهمين دي مش مجامله، ده حقيقي. يعني فعلا. طب ايمان تعالي بقى نروح للشق الرياضي شويه، ابتديتي ازاي واول بطوله كمان شاركتي فيها، خلينا نعرف منك. انا ابتديت في 2016، وكانت في كل فكرتي عن الرياضة اني لو الرياضة ما بدأتش بدري مش هعرف احقق فيها حاجة. فانا بدأت كده بمحض الصدفة، ده حقيقي يعني، ده فعليا. انا كان عندي حد من اصدقائي هو كان لسه راجع من بطولة المانيا، وكان لعب مع ناس مبصرين وهو اصلا كان بلايند، وانا كنت ساعتها بكتب مع حد من احد الصحفيين يعني، وقال لي انا عايز صوتي يوصل للاتحاد لوزاره الشباب والرياضه والاتحاد الدولي للكاراتيه. فرحت النادي على اساس ان انا هاخد منه كلمتين، ومعايا صحفي زميل هياخد الكلمتين وخلاص هنمشي. حوار صحفي سريع. اللي هو ولا في دماغي اصلا، مش في دماغي رياضه ولا حاجه يعني، انا يعني رايحه اكتر لكره القدم، والبيت عندي بيشجع الكره افضل، فبنتفرج على الدوري الاسباني والدوري الالماني والدوري الايطالي والدوري الانجليزي، بنتفرج على كل الدوريات. فلقيت الكابتن بيقول لي ممكن حضرتك تطلعي على البساط، فانا فعلا حقيقي والله فضلت ادور ايه فين البساط ده، انا مش عارفه شكل البساط ايه يعني. فطلعت على فقال لي اللي هناك ده، فدخلت كان معايا كرسي عادي جدا غير حتى مؤهل للعبه، فراح قال لي طب ممكن تعملي ايدك كده، طب ممكن تعملي ايدك كده، ف طيب خلاص انا هاخد الكلمتين وبعد كده همشي وهدي له ظهري وخلاص. فلقيته هو بيدور عليا وبيتصل بيا وبيقول لي انا عايزك تلعبي معانا وتيجي النادي ومش عارف ايه وهكذا. وبدات بعد اربع تمرينات دخلت اختبار احزمه، وكانت اول مره تحصل في الاتحاد المصري ان لعيب ياخد درجتين حزام في درجه واحده. بعديها بشويه بعد اختبار الاحزمه اتبعت لنا من الاتحاد ان في انتوا عندكم اول بنت في العالم العربي والشرق الاوسط بتلعب كاراتيه على كرسي متحرك. فاخدت يعني اخدت الكلام ورحت قلت في البيت، فاخويا قال لي جمله استوقفتني تماما، فقال لي طب احنا ممكن ناخد الكلمه دي ونعمل من خلالها انجازات، او نخليها تمر علينا مرور القرام. صح طبعا، يا تبقى نقطه انطلاق يا زي ما احنا. فانت ايه رايك؟ فانا ساعتها كنت مركزه اكتر في شغلي وكنت عايزه احقق حاجات في شغلي، فقلت له بس انا ما عنديش وقت. قال لي ربنا هيبارك في الوقت صح. يعني تجربي. والله احنا عايزين نقول تحيه لاخوك يعني لو بيتفرج علينا دلوقتي فعلا يعني. هو الاسره كلها متجمعه بتتفرج علينا. تحياتنا ليه، تحياتنا ليه. ففعلا بدات بقى امر يعني، بدات اسال الكابتن طب اعمل ايه يا كابتن عشان ابقى اقوى؟ يقول لي تمشي كتير بالكرسي، تتحركي كتير، تلعبي سباحه، لان انا عندي المشكله اصلا عندي في ظهري مش في رجلي. اوكي. تلعبي سباحه. ففكره ان انا العب سباحه دي يعني بالنسبه لي ليفل الوحش يعني، انا مش لا هقدر انزل حمام سباحه ولا هعرف اصلا انا هتحرك ازاي جوه الحمام يعني. فكانت اول مره في حياتي انزل يعني انزل حمام سباحه، لما حتى كنا بنعدي قدام حمام سباحه كنت بخاف وامشي من بعيد يعني، والله اخاف احسن الكرسي يقع. فكانت ده كان بالنسبه لي تحدي اكبر، ان انا عايزه اعمل كل حاجه عشان ابقى اقوى واحسن وادي اداء كويس. بعديها بثلاث شهور دخلنا بطولة الجيزة، الحمد لله حققت مركز أول ميدالية ذهب وتأهلت لبطولة الجمهورية. كان لسه ما تعملش المنتخب وأخدت أول جمهورية، ده كان في 2017 2016 2017.
و2018 اتأهلت تاني لبطولة الجمهورية ودخلت المنتخب، بس للأسف لم يحالفني الحظ يعني، فلعبت بطولة دبي كانت مقامة هنا في مصر، فلعبت وحصلت على مركز أول ميدالية ذهب، ولعبت البطولة العربية وهكذا بقى يعني. طب انت طموحاتك واخداكي لفين يا إيمان؟ يعني انت ما شاء الله أكاديميا زي الفل، مهنيا زي الفل، رياضيا مش محتاجين نتكلم. طموحاتي واخداني ان انا نفسي احقق، نفسي ابقى حكم دولي ان شاء الله يعني، حكم في الكاراتيه، لاني احنا بنتعرض لحاجات. عايز اقول لحضرتك بقى فكره ان الكاراتيه على الكرسي مختلف خالص يعني، زي ما اللاعب النورمال هيقف ويتحرك ويطلع خطوات معينه برجله، انا مطلوب مني كمان اطلع بزاويه معينه بالكرسي وباتجاه معين، لو اتجاه ده غلط انا بنقص في الدرجات. اوكي، بس حلو الطموح ده، يعني عايزه تبقي محكمه دوليه وعايزه طب تدربي مثلا. نفسي اعمل فريق كله من اصحاب الكراسي يعني من. طب برضو عايزين نعرف منك كمان يعني، بحكم وجودك في هذا العالم وانت واحده من رموزه وابطاله، ايه اللي اتغير وايه اللي استجد في الفتره الاخيره فيما يتعلق ب ذوي القدرات الخاصه، الابطال الرياضيين ذوي القدرات الخاصه، هل في مستجدات حلوه؟ بص يعني بصراحه احنا ما نقدرش ننكر النقطه دي، هي في حاجه مهمه قبل الرياضه، نظره المجتمع بدات تختلف تماما. يعني بعد سيادة الرئيس طبعا يعني نظرة المجتمع بدأت تختلف تماما يعني، ان الناس دول متشافين وان الناس دول بيحققوا حاجات وكذا. صحيح. وان هم بس مش مجرد حد قاعد على كرسي او مجرد حد ما بيشوفش او ما بيسمعش، لا ده الناس دي عندهم قدرات. فإلى حد ما الناس يعني المجتمع بدأ يآمن بقدراتنا، ودي طبعا نقطة تتحسب لنا طبعا بشكل كبير. طب بصي بقى، علشان يعني الناس برضو تبقى عارفه احنا واصلين لليفل ايه، انا بحب جدا الواحد يركز على الانجازات. حضراتكم برضو ده جزء من الشهادات اللي ايمان حصلت عليها، انا هختار عشوائي وتقولي لنا كل شهاده تقريبا كانت في ايه. يعني مثلا ده الاتحاد المصري للكاراتيه، احكي لنا بقى اكتر عن ده. دي بطوله الجمهوريه الاخيره اللي حصلت في شهر يناير اللي فات، ومنها اتاهلت للمنتخب، وبس للاسف ما حالفنيش الحظ ان انا اسافر مع البعثه لظرف صحي يعني. معلش مرفوقه ان شاء الله، مرفوقه. انا جات لي اصابه بس فاعتذرت عشان ظرف صحي يعني. ألف سلام. الله يسلم حضرتك. وعندك هنا شهاده بطوله برضو منطقه القاهره للكاراتيه، دي دي كانت بطوله القاهره للكاراتيه، كانت مقامه في النادي الاهلي السنه اللي فاتت، المركز الاول يا جماعه اهو. ما شاء الله ده في النادي الاهلي. واتاهلت بقى من بطوله المناطق لبطوله الجمهوريه.